منذ اندلاع ثورة 25 من يناير، سجلت المرأة المصرية حضوراً واضحاً في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين الاعتقال والتحرش والإصابة وصولاً إلى القتل. في مظاهرات 30 يونيو، اعتبرت كثافة المشاركة النسائية دليلاً على وعي يتزايد وحضور لكل فئات المجتمع. أما بعد ذلك، حينما خرجت النساء يشاركن الرجال في رفض الانقلاب وما نجم عنه، اعتبر ذلك زجاً بهن في موارد التهلكة عبر استخدامهن كدروع بشرية لحماية المظاهرات بحسب رأي مؤيدي الانقلاب. هالة أبو شعيشع واحدة من 3 نساء قتلن في هجوم للبلطجية على مسيرة منددة بالانقلاب في المنصورة. اعتقل عدد من المهاجمين، لكن المحكمة أمرت بإخلاء سبيلهم قبل يومين. نساء كثر قتلن في المجازر التي تلت الانقلاب، لكن المثير هذه الأيام هو الاعتقالات المتزايدة في صفوفهن. الطبيب عبد الرحمن الشواف الذي اعتقل وهو يسعف ضحايا مجزرة فض اعتصام ميدان النهضة، اعتقلت ابنته سمية من منزله في 6 أكتوبر. الساعة 1:30 لقينا قوات أمن الأكتوبر يقتحوا بيه كلهم بزي مدني ما عدا شخص واحد لابس زي الشرطة، وطلبوا سمية، وتأكدوا من بطاقة طبعا بتاعتهم كلهم، وأخذوا سمية وأكدوا إنهم ياخدوا الموبايل بتاعها، وكان هيضربها لأن رفضت إن هي تديله موبايل في الأول، يعني حاول يمد إيده ومنعوه، أخذ الموبايل بالقوة واستذوه بعد وأخذوها بعد كده مع أخويا الاسم 6 أكتوبر، اسم أول 6 أكتوبر. حفصة أحمد عباس ذات 17 عاماً اعتقلت هي ووالدتها بعد يومين من مجزرة فض الاعتصام، ووجهت إليهما 16 تهمة من بينها حيازة سلاح RPG. وفي كفر الزيات ألقي القبض على مديرة حضانة بتهمة تحفيظ الأطفال، ما قيل إنها أناشيد مناهضة للجيش قبل أن تقرر النيابة إخلاء سبيلها. مرفت التلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة لم تأتي على ذكر أي من هذه الوقائع أثناء مؤتمر صحفي تحضيرا لسفرها على رأس وفد يشرح للعالم أن ما حدث ويحدث في مصر هي ثورة لانقلاب. منظمات حقوقية معروفة لم تتعرض كذلك لهذه القضية خلال اجتماع لقادتها مع وزير الداخلية، بل إن بعض هؤلاء الحقوقيين اعتبر أن طريقة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة تتوافق مع المعايير الدولية.